المرحله اللي بعد كده ابتديت دلوقتي بالبيوريفايد ووتر، عاوز بقى بعد كده ازود عليه يعني محلول ملحي او مجموعه املاح علشان توصل لي للكونسنتريشنز اللي هي متعارف عليها انها موجوده في البلازما. فهو الدياليزيت عموما هو ايزوتونيك سوليوشن. ايزوتونيك معناها ان هو نفس الكونسنتريشن بتاع البلازما. الاوزمولاريتي بتاعته بنتكلم على حاجه يعني 300 بلس ماينس 20 يعني اوزمول بير لتر، وبنتكلم على يعني لو احنا عملنا حاجه مختلفه لو الكونسنتريشن مختلف. الحقيقه بيحصل لو الاوزمولاريتي اختلفت هنلاقي ان احنا عندنا مشكله برضو ان يحصل ريد بلاد سيل ديستركشن، يعني كرات الدم الحمراء بتتكسر لما يكون عندنا المحلول بيبقى التركيز بتاعه اعلى او اقل من كده. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا عايزين الاوزمولاريتي تبقى فيري كلوز تو ذا بلازما ليفل. من الحاجات المهمه برضو الدياليزيت لازم البي اتش بتاعته تبقى في الرينج بتاع 6.9 ل 7.6، البلازما تبقى حوالي 7.4. لو احنا خرجنا بره الرينج ده برضو ممكن تحصل مشكله. طبعا احنا عندنا مشكله ان احنا لو في عندنا اي يعني حمضيه في الدم تبقى في غايه الخطوره، لو عندي قلوي في الدم برضو تبقى في غايه الخطوره. فبالتالي احنا بنتكلم على الكونسنتريشن زي ما احنا شايفين كده بتوين الدياليزيت والدم تبقى اولموست نفس الحاجه بالظبط. الحقيقه ده بيتعمل من ان احنا يكون في عندنا زي ما احنا اتفقنا بيبقى في عندنا يعني تو جيري كانز كده، يعني يعني محلولين مركزين من الـ الاملاح اللي هي بتبقى واحده فيهم بتبقى بايكربونيت واحده بتبقى اسيدك. وبيسكلي هي الميزه بتاعتهم ان هم لو احنا حطيناهم الاثنين مع بعض بيحصل ترسبات للاملاح في قاع المحلول، انما لما بنعمل لهم ميكسنج واحنا بنحتاجهم واحنا بنستعملهم الحقيقه ده بيخلي ان الترسبات دي بتبقى اقل ما يمكن. فبالتالي بيبقى ده افضل حاجه احنا ممكن نعملها. وطبعا ممكن نفكر كده احنا ليه ما بنكونش جايبين الكونسنتريشنز جاهزه على طول من مكان سنترال، يعني ممكن بدل ما احنا نجيب الكميه اللي احنا يعني نجيب مثلا الكونسنتريت ونبتدي بعد كده نخففها بميه، ليه ما بنجيبهاش على طول جاهزه؟ مش محتاجين ان احنا نخفف ولا حاجه. الحقيقه اللي بيحصل ان احنا عندنا بنحتاج عاده في الدايس سيشن بنحتاج اولموست 250 لتر من المحلول بتاع الدايزيت دوت. 250 لتر يعني بنتكلم على وزنه بيبقى حوالي ربع طن. ربع طن ده عشان انقله كدواء، يعني ده احنا بنتكلم على الحاجات دي ان هي ادويه ما هياش حاجه كده بنشتريها من السوبر ماركت، لا ده حاجه ده اتس دراج، يعني بمعنى ان احنا ده ريجوليتد زيه زي الادويه بالظبط. فمعنى كده ان احنا لو احنا هنحتاج لكل بيشنت كونتينر ربع طن جنبه علشان ياخد منه دي حاجه صعبه جدا في النقل وفي الـ يعني ان احنا يعني يبقى في عندنا كذا بيشنت حتى في المكان في السبيس والحاجات دي كلها. طبعا يعني الافضل يبقى في عندنا تو كونسنتريتس بالشكل ده كده، ويبقى في عندنا بقى سورس اوف ووتر، يبقى في عندنا محطه ميه، ومحطه الميه دي تسمح لنا ان احنا نعمل الكميه اللي احنا عاوزينها من الايه من الدياليزيت. في الاخر خالص طبعا اللي بيحصل ان احنا بندخل الدياليزيت فلويد من جانب في الدياليزر، هنتكلم على الدياليزر دلوقتي حالا، وندخل الدم من الجانب الاخر، بيبقى الدياليزيت بيمشي طبعا في الاتجاه ده كده، والبلاد بيمشي في عكس الاتجاه بحيث يبقى كاونتر كارنت ترانسبورت زي ما احنا بنتكلم عشان يبقى الاكسشينج بينهم يبقى ماتش مور افيشنت.